السلام عليكم. بعض الأخبار اللي جات كتروج على كيفاش طلقات زينب، بغيناك توضحي للرأي العام شنو اللي بان لك كذوب عاد ندوزو لزينب باش تعاود لنا الحقيقة. طليت اليوم في موقع التواصل الاجتماعي، شفت واحد الوليد بلي راه كيهضر بزاف، تيبقى يقول بلي راه ألف واحد الإسطوار بلي راه هو اللي لقاها وحيد ليها الزيف وطرشاتو وهادي وهادي، بزاف د الحوايج قالهم. مي زينب ما قالتش هاد الهضره كاع نهائيا، قالت لك هي طلقات السيده حدا في الملاح، حدا واحد السيد كنت خديت ليها من عنده صباط ديال العيد. قالت لي ماما راه حطاتني حدا داك السيد اللي خديتي ليا من عنده صباط العيد. قالت لي وجيت بوحدي، جيت كنجري للدار، اصلا اللبس اللي كانت لابسه انا اللي كان دسم حداها وما جاتش عندي، ما كنتش غنعرفها. باه راه داس من حداها في الدرب وما عرفاتهاش، الدرب مطوق ببنادم وما عرفاتهاش، ما عرفاتها شي واحد. عاد وليد اصلا ما كيسكنش حدانا، الف هاد الاكاذيب، قال لك هو اللي لقاها، ما لقات حتى شي واحد. هي جات بوحديتها كيف ما حطاتها السيده، قالت لها سيري لداركم، جات جريه وحده، جات تحلت علينا الباب، وهي اللي قالت لي هادشي. قالت لي ماما ما جاتنا حتى شي واحد، حطاتني جيت للدار. نسمعوا من زينب. زينب غتعاودي لينا كيفاش خلاتك ديك، كيفاش جابتك ديك السيده لهنايا؟ هاك شدي الميكرو وهضري انت يا راس في حطاتك. يلا قولي لينا شنو اللي وقع، كيفاش جابتك هذيك السيده وفين حطاتك؟ حطاتني حدا الملاح. حطاتك حدا الملاح. ما جاش عندك شي وليد صغيوار ولا شي بنيه؟ لا، حطاتك حدا الملاح وجيتي بوحدك. شنو قال؟ وعرفتي ملي جيتي من في البلاصه اللي حطاتك؟ واش هي قالت لك سيري لداركم ولا قالت لي سيري لدارك؟ حطاتك وقالت لك سيري لداركم. صافي ومشات فحالها وانت جيتي فحالاتك. شكون اللي هضر معاك ملي كنتي جايه في الطريق؟ ولا معايا واحد معاك مزيان، ما هضر معاك حتى واحد كاع، جيتينيش انا بوحديتك، ولكن واحد الوليد تيقول لنا راه هو اللي شدوك وجابك حتى للدار وهذا. والله ماشي واحد، ولا هو كيقول لنا راه جابك هي مني، حطاتك هذا الملاح، حطاتك تما ورجعت من تما نيس. لا مشات من حدا الروض، رجعت على الروض منين؟ مزيان صافي. هي مشات من حدا الروض وانت جيتي بحالاتك؟ ما هبطاتش على الكوميساريه وجات من. زينب عاودي لينا ملي داتك من هنايا، كيفاش داتك؟ داتني هزات لي بيكالا وداتني. شنو قالت لك فاش هزات لك البيكالا؟ قالت لي انت عند مول سينكليس. قالت لك غندوا عند مول سينكليس؟ اها. قالت لها غير كم ولا رجعنا داركا ما كتبغي. قلت لها رجعني لدارك ما كنتش بغي. قلتي لها رجعيني للدار كاع ما بغات. وفين مشات بيك؟ مراكش. مشات بيك لمراكش؟ وشنو اخر؟ صافي. وفين كنتو كتنعسوا زينب؟ كتنعس مره عند خاله، مره عند مولك هذا خاسر، مره عند مره نعسات عند مولكار؟ مره عند خاله. عند خالها؟ في مراكش ولا هنا؟ مراكش. ها ياكو مره واحد با واحد هذا واحد هضري مزيان، هضري مزيان زين. واحد الكار ما تخافيش، واحد الكار واحد عند خالها واحد باركو. بس عرفتيه مراكش زين؟ هي اللي قالتها ليا. قالت لك هذا مراكش؟ وهذيك البلاصه اللي قلتي ليا فيها القروضه وهذا شنو سميتها؟ جامع الفنا. جامع الفنا؟ داتك لجامع الفنا؟ وعاودتو جاني عاودتاني شديتو الكار وجيتو لكازا؟ وملي جيتو لكازا؟ جيت بوحدي الدار. ملي جيتو لكازا جابكم الكار جابتك لهنا؟ لا شدينا كار حتى انا واحد البلاصه وشدينا عشان الطابس وجينا. ما دخلتوش لهذيك المحطه اللي كندخلوا لها ملي كنكونوا جايين عند امي؟ دخلتوا من هذيك؟ دخلتوا للمحطه وجيتوا شديتوا الطوبيس وجيتوا لهنايا. هي جابتك باش تحطك في الدار؟ حطتني حتى الملاح، هي جابت شي وحده الروض انا نجي.
حطاتك حدا الملاح، هي مشات من حدا الروض وانت يا جيتي للدار، جيتي ديريكت للدار، جيتي كتجري. وكنتي خايفه زينب فاش كنتي معاها، كنتي خايفه ها؟ وكيفاش كانت كتعامل معاك؟ كانت كتعطيك تاكلي ها؟ كانت كتعطيك تاكلي يا زينب؟ اش كتعطيك تاكلي؟ الشوكولات، السقاطه، صافي هي اللي كتعطيك. علاش باباك ملي كان في الدرب ما هضرتيش معاه؟ قدرتيش؟ خفتي من باباك ملي كنتي جايه؟ ها؟ إذا مشاهدينا هذه هي القصة الكاملة اللي عودتنا زينب، وهي أن السيدة من اللي اختطفتها وداتها من هنا من كازا، داتها لمراكش، من مراكش بقات كدور بها وباتت في شي بلاصة، على ما قالت الطفلة أنها دار خالها، ومرة باتت في شي كار، ودوزوا ديك يومين ولا ثلاث أيام هكا كيتوضحوا في مراكش، وداتها لجامع الفنا وكتوكلها غير السقاطة. من بعد عاود رجعتها لكازا، حطها الكار في المحطة وشدوا الطوبيس وجاو حتى للمدينة ووقفوا، جابتها حتى للملاح منين داتها وحطاتها وقالت لها دابا سيري لداركم. إذا هذه هي القصة الكاملة بدون تزييف من لسان زينب اللي ما كتعرف لا تكذب ولا تقول حتى شي حاجة. على ما قالت زينب دابا والجميع سمع معانا وكما سمعوا والديها، أن ما كاين لا طفل صغير ولا طفلة صغيرة اللي شدوا لها من يدها. تلقاتها وقالت لها سيري في حالك، وحتى هي رجعت في حالاتها، تمشات في حالاتها.